اكتسبت خصم. اكتسبت خصم، اسمه خصم مكتسب، إيراد. بالنسبة للمشتري سمح لك بالحصول على خصم، منحك خصم، يسمي خصم مسموح به. تمام. إذا الخصم النقدي، الخصم النقدي يا طيبين هو الخصم المرتبط بالعمليات الآجلة، والهدف منه تحفيز المشتري على السداد في أقرب وقت، ولذلك عادة ما يكون مربوط بمدة اسمها مدة الخصم، وبطبيعة الحال سيكون بنسبة معينة. فإذا سدد المشتري خلال تلك المدة يحصل على الخصم، يحصل على، يكتسب الخصم ويستتبر إيراد. أما البائع فوفقا للشرط سيمنح الخصم، سيسمح له بالحصول على الخصم. فبالنسبة للبائع يعتبر الخصم إيش؟ مصروف. يعتبر هذاك رجع مدين، وهذاك إيش بيكون؟ دائن. عفوا، هذاك دائن وهذا مدين، وهذاك مدين. تمام. إيه هذا مدين. خلينا نشوف ما الذي سيحصل في 9/12. خلينا نقول انه انت اللي اشتريت في 9/12، بتحصل على خصم. تمام. الخصم اللي بتحصل عليه هو 30,000 في 5/100، بتحصل على خصم 5% طبقا للشرط. تمام. ويساوي 1,500 ريال، والمبلغ اللي بتسدده فيكون 30,000 ناقص 1,500 ويساوي 28,500 ريال. إذن إذا سددت في فترة الخصم ستحصل على خصم قدره كم؟ 1,500. طيب خلونا كده نفكر بهدوء. طبعا أنا برجع أعطيكم مثال شامل على كل هذا، كل الحالات هذه بعطيكم عليها مثال شامل، بس خلونا نستوعب الأفكار وبنعيده كمان في مثال آخر حتى نستوعبها تماما. ما الذي يحصل بالنسبة للمشتري؟ بالنسبة للمشتري بيروح يسدد الالتزام اللي عليه، أليس كذلك؟ أكيد. مش قلنا سدد في 1/9 في 9/2 سدد، يعني إيش؟ يعني تخلص من الالتزام، يعني الالتزام اللي عليه نقص. فما دام الالتزام الذي عليه نقص فالالتزام إيش بيكون؟ مدين. خلاص لاحظ الفكرة، شوف القواعد اللي تحدثنا عنها بالأمس. تمام. إذا فهمتها جيدا وهي سهلة، سهلة الفهم، لن تواجهك مشكلة في تحديد المدين والدائن. سدد الالتزام، إذا الالتزام إيش حصل له؟ نقص، تخلص من الالتزام. فلما ينقص الالتزام يصبح مدين، خلاص تخلصنا من 30,000. 30,000 من حساب الدائنين لأنه التزام نقص. التزام نقص. وبعدين لما نقص الالتزام، أولا كمشتري اكتسب إيراد 1,500. إذن بنقول إلى مذكورين في معه 1,500 الخصم المكتسب، زي ما قلنا إيراد، زادت الإيرادات. وبعدين بيسدد راس المال في القصر. لما يسدد ايش اللي بينقص؟ النقديه. صح ولا لا؟ لما يسدد تنقص النقديه، اصل النقص يصبح دائن. تمام يا طيبين؟ الى حساب الخزينه. اذا الحساب الثاني يا اما حساب الخزينه او البنك، خلينا كده نكتبها بشكل عام على حسب ما يقال لك، لانه ما حددش هناك شيء، ما حددش يكون صندوق يعني كاش. ممتاز. مش محدد. فان قيل نقدا الخزينه، وان قيل بشيء البنك. تمام. اصل نقص، خلاص انتهت القصه الى هنا.
بالنسبة للبائع بيحصل نقدا، بيحصل نقدا، أليس كذلك؟ بيحصل نقود، فالخزينة حقه أو البنك بيزيد. اعتباره أصب زاد، وكمان سيمنح خصم مصروف، سيمنح خصم مصروف، والمصروف شو؟ مدين. إذا الحساب الآخر بيكون حساب الخصم المسموح به، إذا وهو مصروف والمصروفات زادت، خلاص كان معه أصل في الدفاتر اسمه المدينين، ثلاثة سددوا هذا الأصل، راح ما بقيش في الدفاتر أصل اسمه المدينين بثلاثين ألف، الأصل هذا نقص، كان حقه، كان للبائع حقوق لدى المدينين، يعني أصل، الآن إيش باقي له عندهم؟ ولا فلس، فالحقه حق اللي لديهم نقص، الأصل هذا نقص، ما بقيش معه إيش؟ أصل اسمه المدينين الآن بالنسبة لهذه العملية. إذا سينقص الأصل ويصبح إيش؟ دائما. فأنا طيبين. إذا القصة واضحة، أنا أرجو منكم فقط تراجعوا القواعد اللي تناولناها يوم أمس. تشوفوا هذه ريزي سهلة جدا، ما فيهاش أي مشكلة، ونطبقها. طيب، إذا قلنا باقي معنا نقطتين، النقطة الأولى مرتبطة بالمبيعات المردودات والخصم، النقطة الثانية هي الأوراق التجارية، الأوراق التجارية. إذا خلصت هذا نمسحه ونتحدث عن الأوراق التجارية، وبعدين نعطي مثال عام حول هذا كله نحله مع بعض. خلصتوا يا طيبين؟ نعم. طيب، إذا نشوف الآن موضوع الأوراق التجارية. التجارية طبعا هي عبارة عن مستند يستخدم لتسوية الالتزامات، وله صفة قانونية. يعني الآن لما تعطي سند كتاجر، تعطي سند لشخص أنه أنا أتعهد له بدفع مبلغ كذا بتاريخ كذا مقابل البضاعة، هذا يعتبر ملزم من الناحية القانونية، أو صفة إلزام قانوني ما تقدرش أنك تنصر منه، تمام؟ وبالتالي أصبحت الأوراق التجارية شائعة الاستخدام، سواء بين التجار بعضهم أو في تعاملاتهم مع البنوك والأطراف الأخرى، لأن الورقة التجارية الصادرة عن التاجر تعتبر ملزمة له بسدادها قانوناً، تعتبر زي هذه الشيك بالضبط، تمام؟ ملزمة. فالأوراق التجارية إذن هي عبارة عن سندات. الأوراق التجارية عبارة عن سند. دكتور سند ليش مكتوب بخط اليد؟ ممكن بخط اليد، ممكن يكون في نموذج مع التاجر، تمام؟ كله تعامل عقدي للبيانات. سند القبض؟ لا لا، غير سند، سند القبض هذا قبل القبض. أما الآن الفكرة إيش هي؟ اشتريت بضاعة على الحساب، تمام؟ وبعدين تريد تسدد، فجاء وقت السداد أو قبل وقت السداد، تقول للتاجر بعمل لك سند إلى بعد شهرين. معلق
خلاص بعمل لك انا سند الى بعد شهرين. فهو التاجر انه يضمن حقه لانه هذا السند سند قانوني الزامي له صفه قانونيه يتعامل معه النيابات والمحاكم على طول بدون تردد. تمام، فتعطي له سند. تمام، اوراق التجاريه طبعا امثلتها السند الاذني يكون بهذا الشكل، يكون بهذا الشكل. طبعا التاريخ اليوم كم التاريخ؟ 28/2/2018 هذا التاريخ. وبعدين تقول تعهد انا فلان بسداد مبلغ كذا لامر الاخ فلان اللي هو البائع. طبعا هنا انا يعني من المشتري، لامر الاخ اللي هو من البائع. تمام، في تاريخ كذا اللي هو تاريخ السداد او الاستحقاق، وقد استلمت القيمة أو المقابل بضاعة. وبعدين الاسم والتوقيع. إذن هذا سند يسمى سند إذني، يتضمن تعهد تعهد المشتري بسداد مبلغ معين لأمر البائع مقابل البضاعة. إذن هو شكل من أشكال التسوية، تسوية المستحقات المترتبة على الشراء والبيع الآجل. تمام، إذن هو مرتبط بعملية آجلة في الأساس. كأنه شيك آجل، يعني شيك عن تاريخ متأخر. كويس، بس إن الشيك يكون مسحوب على بنك. هذا على نفسه، على محرر السند. فمحرر السند نفسه هو المسحوب عليه. محرر السند هو نفسه المسحوب عليه. تمام، بينما البائع هو المستفيد. البائع هو المستفيد لأنه هو الذي سيقبض القيمة في تاريخ الاستحقاق. تمام، إذن هذا هو السند، فكرته في منتهى السهولة وشائع الاستخدام معروف. قد تأخذ الورقة التجارية صورة أخرى، هي صورة الكمبيالة. طبعا السند أنت الذي حررته وأنت الذي ستدفع، فأنت المحرر وأنت المسحوب عليه. في صورة أخرى قد يكون لك دين عند طرف ثالث. تمام، فتقول للمورد، تقول له أنا بعمل لك كمبيالة على فلان لأنه عندي، بس أنا أسمع بس لازم نقبلها طرف ثالث، لازم نقبلها. لكن الفكرة تفضل قطر كمبيالة أكثر يتزايد من السند، زي بعض زيهم زي بعض، كلهم لهم صفة قانونية ملزمة الاثنين، زي الحرارة بالضبط. زي ما قلنا أنا بحول لك لعند فلان، راح شل بيسك منه، إذا هو قبل خلاص أصبحوا المدين والمدين طرف ثالث. تمام، إذا بتكون هذه الكمبيالة بهذا الشكل. عظيم الأخ اللي هو المسحوب عليه. إذن الآن المسحوب عليه واحد ثالث. تمام، ادفعوا لأمر الأخ اللي هو من المستفيد، تاجر اللي هو البائع. المستفيد اللي هو البائع، ادفعوا لأمره. إذا أنت الآن في الكمبيالة ما قلتش أتعهد أنا، إنما حولت البائع اللي أعطى لك بضاعة على واحد أنت تسأله بس. بس الفكرة سهلة جدا. تمام، مبلغ كذا
في تاريخ كذا وقد استلمت القيمة أو المقابل بضاعة، وبعدين الاسم والتوقيع، اسم من؟ السائل اللي هو محرر الكمبيالة. إذن اللي سحرر الكمبيالة يكتب اسمه ويوقع. بعدين لازم الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة يوافق، حتى تصبح لها صفة قانونية ملزمة لازم يوافق. تمام؟ لازم يوافق، لازم يوافق، لازم المسحوب عليه يكتب اسمه هنا ويوقع. إذا وقع عليها فتعتبر هنا ملزمة له قانونا، ملزمة عليه. تمام يا طيبين؟ إذا لاحظوا أنه في السند في طرفين. الشباب عفوا يعني الطرف الثاني بيقول له المسحوب عليه، يعني يكتفي بالورق عليه الكمبيالة ولا ياخذ السند من الشخص المحول؟ البائع، البائع. المسحوب عليه. نعم، قلت ايش يعمل؟ صار الان هم ثلاثة اطراف. ممتاز. في طرف اللي هو بياخذ المبلغ اللي هو البائع، بائع الطرف. ايوه، هذا بيجيب سند مثلا لمين؟ الطرف الاول. عندما يستلم البيس. ايوه، عندما يستلم. بالنسبه للطرف الثاني هذا دفع المبلغ عن الطرف الاول اللي هو اسمه المسحوب عليه. خلاص. هذا لما تجي بالكمبيالة يعتبر كسند مثلا. سند سداد، يعتبر سند سداد للاول. بالنسبه لمساله السداد هذه موضوع لاحق. حزين الآن في الكمبيالة، بعدين لما يسدده، لما يسدده ممكن يعمل مسمى، بس خلينا الآن في الكمبيالة، فكرة الكمبيالة نفسها واضحة؟ فكرة الكمبيالة نفسها. بالنسبة للسداد مواصل بعدين هذا، لما يسدد، يسدد له البيس، ممكن بعدين يعمل له إيش؟ استلام. أو يكتب له خلفها المستلم المبلغ. المستفيد يعتبر اثنين، الساحب والبائع. لا، المستفيد الأخير طبعاً هو يعتبر مستفيد بشكل غير مباشر، هو تقاضى دينه. خصم. الساحب هو تقاضى دينه بطريقة غير مباشرة، يعني فهو مستفيد، لكن المستفيد المباشر من الورقة الذي يقبض المبلغ هو البائع. تمام. مستفيد البائع. تمام. الطرف البائع المستفيد هو طبعا نفس البائع هنا، بس هنا البائع المسحوب عليه يختلف. كان المسحوب عليه المشتري، الان اصبح المسحوب عليه الطرف الثاني، ما اشترش منه بس هو مدين للمشتري، فالمشتري حاله عليه. تمام. بالنسبه للقيود المتعلقه بالاوراق التجاريه هي سهله جدا، معنا قيدين، قيد إثبات الورقة وقيد السداد. طبعاً في تفاصيل كثيرة، في تفاصيل كثيرة ما فيش وقت، ما معناش وقت نشرحها، فسنكتفي بهذه الجزئية بحيث أنك تأخذ فكرة عن الورقة التجارية ما هي وما هي القيود الخاصة بها. تمام. إذن هذا اللي بنتعرف عليه الآن، قد يكون في بعضين تساؤلات تتعرفهم بشأن هذه الأوراق، لكن سنكتفي بهذا لأنه معنا مواضيع نشتي نغطيها والوقت محدود. إثبات الورقة التجارية هذا قيد، وقيد ثاني إثبات السداد الورقة التجارية. بالنسبة للورقة التجارية خلونا نبدأ من البداية، خلونا نبدأ من البداية، نبدأ من البداية، نعمل القيد الأول والقيد الثاني في دفاتر المشتري. دفاتر البائع. طبعاً دفاتر المشتري في البداية هو اشترى بضاعة من الحساب،
صح ولا لا؟ أول